تفترض وجود علاقة بين العقل والنفس والجسد. فالصحة والمرض هو مبدأ أساسي في علاج مكمل ولد منذ 200 سنة ويدعى الهوميوباثي. العلاج بالهوميوباثي وهو بالعربي اسمه الطب المثلي التجانسي التكميلي عشان هو فرع من فروع الطب البديل، هي داوني بالتي كانت هي الداء. بمعنى لنفترض انه النهاردة جت نحلة وقرصتني، النحلة لما بتقرص تعطي اعراض معينة، الجسم ممكن يعمل بيبقى وارم بيبقى احمر، ممكن الحمار ده يبقى بيوجع بيحرق، ليه اعراض معينة. دلوقتي لو جالي عيان ودخل قال لي انه انا عندي حساسية، والحساسية دي اعراضها انه انا فجأة بلاقي الحتة دي عندي ورمت وبتبقى حمراء وبتوجعني وبتحرقني، فعلى طول انا بربطها بانه نفس الاعراض اللي بتديها قرصة النحلة هي المرض اللي عند العيان ده، فبنعالجه بطاقة قرصة النحلة. احنا ما بنعالجش بقرص النحل، بس انا بحاول اقرب انه يعني تقريبيا ايه هو موضوع الهوميوباثي. هو مش بس النحل اللي احنا بنعالج فيه، الهوميوباثي عندها 4500 او 600 وصفة طبية او ريميدي زي ما احنا بنقول بنعالج بيها. فكرة العلاج بالهوميوباثي المختلف فيها عن اي علاج تاني اني انا ببص عليك كشخص كامل، كمريض عندك 4 مستويات للطاقة، عندك طاقة عقلية، طاقة روحانية، طاقة نفسية، طاقة جسمانية. انا بضع في اعتباري ال4 طاقات دول وانا بتعامل معاك، وبضعك انت المريض ككل، وبتعامل معاك مع جسمك انت ككل مش على الشكوى اللي انت جاي لي فيها. مراحل العلاج هي في طريقتين للعلاج الحقيقة، هو في طريقة اللي هي الطريقة التقليدية، بس هي الطريقة التقليدية دي اللي هي سائدة اكتر طبعا، لكن مش ما بنقدرش نطبقها مع كل الناس. مثلا لو في اطفال التوحد، الطفل ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش. اولا هي الطريقة التقليدية انه المريض بيجي بيقعد مع العيان من ساعة ونص لساعتين على الأقل، بيبتدي يتكلم معاه وبسأله أسئلة كثيرة جدا 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 على كل حياته وعلى كل أحاسيسه، على المستوى العقلي، على المستوى النفسي، على المستوى الجسماني، على مستوى النوم، على مستوى حاجات كثيرة جدا، لأن أنا من الحاجات دي أنا بحدد الريميدي أو الوصفة الطبية اللي هو محتاجها. طبعا مع تقدم العلم لقوا أنه في ناس كثيرة قوي، في ناس ما بتعرفش تتكلم بيبقى أخرس مثلا، في ناس طفل زي الأوتيستيك مثلا ما بيعرفش يعبر عن نفسه صح، ممكن يبقى الطفل هايبر أكتيف ما يقدرش يجاوبك على سؤالين من اللي انت بتقولهم. فدلوقتي في أجهزة جديدة ابتدت تستعمل بأن هي بتقيس العيان من غير ما تقعد تتكلم كتير مع العيان، وتحدد الوصفة الطبية أو الريميدي أو الهوميوباثيك ريميدي اللي هو محتاج ياخدها. سيباستيان طفل جميل زي ما انتم شايفين، كان جالي من 4 شهور وكانت الشكوى بتاعته انه عنده نشاط حركي زائد مع قلة تركيز او انعدام تركيز تام في الفصل، وكان كمان بيشتكي من حركات لا ارادية بتطلع بشكل محرج ليه، كان سواء في عينيه او في بقه، ودي كانت حاجة بتضايقه طبعا كتير. مع اي شكوى اي ولد عنده نشاط حركي زائد طبعا اللي بيحصل انه بيبتدوا يحسوا ان هم مرفوضين من الناس اللي حواليهم ودايما بيتوجه لهم لوم، فده كان عامل له عصبيه، والعصبيه دي للاسف الشديد كانت متوجهه لنفسه، فكان بيخبط راسه في الحيطه، وكان عنده حاجات كثيره انا هخليه هو شخصيا يحكي لكم عنها. سيباستيان، كان يو بليز تيل اس What was your major complaint in Canada? Well, I always fidget a lot, like move a lot. I couldn't sleep. I'll hit my head on the wall. I'll stomach ache. I'll kick my table in class. It wouldn't let me eat. You went to the doctor in Canada? And you started to take medicine. Would you please tell me this medicine helped you, or what was your experience with the medicine? It was helping me a tiny bit, but not a lot. Okay. Like I still have a lot of tics. It wouldn't let me eat.
So you lost your appetite? Yeah, I wouldn't feel hungry. Not at all? No. And then what? You came here and you started to take your homeopathic remedies. I lost a lot of ticks. I feel a lot happier. You lost what? A lot of ticks. Okay. I feel a lot happier. I can sleep. I'll keep my door halfway closed. What about you now in school? Do you feel now that people loves you more and you have friends people, at school? People, I have a lot more friends. At school, I will not get in trouble. Oh, that's great. I'm Sebastian's mom, and as a mom, I think it's important to let you all know the experience we had with dealing with ADHD and Tourette syndrome. It's been a long road to recovery, but and now Sebastian is living a fulfilled life. He's doing great, and we are finally enjoying him after having a lot of trouble in the past with depression and strong tics, and it was very hard for him at school and in social activities, and it put a lot of strain in all of our lives. And we were very lucky to be able to find homeopathy and to have it in our lives now. Has made a great deal of difference.